موزايك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. دقيقة حظ اللي يقوم الصباح ماذا بيه قبل ما يشرب قهيوته يعرف الأبراج شنو مخبيت له. ذاك علاش أختنا فاطمة اليوم باش تعطيكم ما تيسر من الأبراج. صباح الفل. صباح النور أمين وصباح الفل الناس اللي تسمع فينا الكل. نبدأ مع الحامل اللي يعالج أموره وعرف كيف يشيق في الروح ويسجل أهدافه على صعيد المهني. رفع الأثقال ظاهر بالدير عارفه. الثور توصل للقمة ونجاح راهو من نصيبك. سيقع تلقى في شوية صعوبات الإنجاز المطلوب منك على صعيد الشخصي، لكن شوية وقت وراهي تتسهل أمورك. الجوزاء المسؤولية كثرت وقايت أنك تثبت جدارتك. نعرف أنه فما برشة تأخير وتأجيل، لكن الأيامات الجاية راهي تبشر بالخير وتنجز المهم وتحقق المطلوب. السرطان عنده دعم عاطفي وتطورات في علاقتك بالحبيب. أجواء ولقاءات راهي حلوة وينتعيش تجربة عاطفية، والعشق هو عنوان المرحلة هذه. مش مليون عادي أغاني في الفقرة دي. برج غنية نعطي برج غنيتين تنجح. الأسد عايش الاستقرار والفترة هذه تحظى باهتمام المحيطين بيك والعينين عليك، وفما برشا راحة نفسية ومحليها خزرتك للدنيا. خليك ديما إيجابي ورد بالك لتسلم. العذراء وقايت أنك تخمم في وضعك وفي مستقبلك العاطفي، راهو فما تغييرات وخطوة مهنية جديدة ولقاءات ممتازة. فاصل غنائي ثم نواصل. نتعداول الميزان، تتفوق في أعمالك وتنجح في إدارة بعض الأمور المهنية. فترة اتصال وتواصل. الحظ من نصيبك نحكيه هوني، الحظ من نصيب العقرب عنده تغييرات وتعيش انت. حظ من نصيب تشكونه ونسيته كذا كهو ربي معه حالة ذاك. نحكي هوني على عقرب. عقرب هي عقرب عشاكم صباح. الحظ من نصيب وعنده تغييرات ويعيش انتعاشة مالية وين تتغير الظروف للأفضل. القوس الأخبار حلوة راهي في طريقها ليك وتفرج على الصعيد الصحي. نتعديو للجدي، فما انطلاقة متميزة نحو تحقيق أهدافك، مغامرة عاطفية جديدة. إدالو يتحدى الصعوبات وتقلب الأمور لصالحك، وفما تقدم اجتماعي وراحة نفسية وترجع هي الأمور النسابها. ونختموا مع الحوت، إفاق مهنية جديدة ومفاجأة مالية في الأفق وتتجاوز الاعتبارات السلبية. يعطيك صحة يا لله بارك الله فيك. مش حضرك إفين تاع ألارم تنقل لك الويه لفين تاع الألارم هذا باش أصلحنا على الأخر معاك من وفقت اللي عندك تيك معتها قاعدة تعود فيه كل مرة. دونك كون مش تسمع الألارم هذا أعرف راك عملتها باهي نعاوده. لا لا مش تعاود أخي كل ما تسمع كلمة تحقق أهدافك باش تسمع هذا ماشي حقه. لا لا عليه بدل شنو يحقق هذاك اللي تتمناه باش تلقاه. ما توسع الشون ليكسيكال نتاعك شويه معناتها. حقق اهداف، حقق اهدافا. لا كابتن ماجد يا اخي لا وخايتي ليه كابتن ترى قول حقق اهداف. حقق اهدافك هلا دوك هاك يتلم خمسه كيما العطار قبل كيتلم خمسه منهم. شوفوا شكون يعمل ريبريك في راسك.